ولين اليوم عندنا احتفال باليوم الوطني ديال المسيرة الخضراء، لأنه هذا يوم مهم في تاريخ ديال المغرب. وبهذه المناسبة الوليدات نعاود نوريهم التاريخ كذلك، لأنه التاريخ مهم في حياة البشرية كاملة. وبدينا في التاريخ وصورنا لهم دي فيديو اللي فيها المسيرة الخضراء، وعطينا معطيات كبيرة. واليوم راه انا تنعتبر وقيل هاد الوليدات نجحوا هاد الحفلة هذه بواحد الامتياز كبير، لأنه حسيت بالوليدات صغارات عندهم 4 سنين وتيغنيو المسيرة الخضراء. إذا أنا تنقول هذا شيء مهم، هذا نتيجة إيجابية بالنسبة للمسيرين ديال الجمعية. هذه من جهة. وبغيت غير نرجع أنه هاد الجمعية راه كانت في الكركارات، شاركات لما الجيش المغربي استرجع ديك الكركارات الجمعية كانت حاضرة بالعالم المغربي وبالعالم ديال الجمعية وبالصور وبالفيديوهات. إذا احنا فخورين بالتاريخ ديالنا وفخورين بهذه الخدمات ديال الجمعية، لأنه احنا تعتبر راسنا وطني وتنخدموا في المجال هذا الوطن عزيز علينا. وهاد الوليدات هادو هما اللي هادو باش عايش، نقولها بكل صدق أنه المغاربة بهذا الملائكة بهذا الشكل هذا هما اللي باش عايشين. وتنتمنى اليوم بالمناسبه انه يفرج عنا الله وتحشتا هذا، يعني تنتمنى انه تكون هذه القضيه هاد الولاد لهم ملائكه. دائما تنقول لهم تنقوم ندعيو الله يجيب الشتاء لهاد البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. في اطار الاعمال الاشاعيه التي تحرص الجمعيه على تقديمها برئاسه السيد محترم علي رضوان في جمعيه اباء واصدقاء الاطفال المعاقين دينيا، نركز دائما على ان التداريب الفنيه الأعمال الإشاعية هي وسيلة بيداغوجية، وسيلة تربوية، وسيلة ترفيهية أيضا. يعني إن شئتم يعني نستفيد من جميع الجوانب، أن في التحضير لما نحضر المستفيد أو المستفيدة نجعله يدخل أو يتقوقع في واحد المعاني كبيرة، أنه تيبدا يحس ما معنى التقمص، ما معنى التشخيص، ما معنى الإحساس بالشيء. نعطيو المسألة هذه مسألة وطنية، ما معنى المسيرة خضراء، يعني بطريقة مبسطة، ونجعله يدخل يعني يدخل في هذه العالم العوالم الفنية بطريقة من طبيعة الحال مبسطة وبطريقة تربوية. وهذا هو الأمر زعما. طبعا التحضير فيه متعة وفيه تعب، يعني كاين المتعة يعني تنقولوا التعب، تعب جميل يعني باش توصي هاد الوليدات اللي عندهم إعاقة، لأن يعني مختلفة، كاين اللي عنده إعاقة خفيفة، كاين اللي عنده متوسطة، كاين اللي عنده يعني قوية، يعني تيكون ما يمكنش تخدمي معاهم بواحد الانسجام، يكون واحد يعني كاين مستويات مختلفة، كل واحد تعطيه الطريقة ديالو، وكل واحد تحبي ليه هاد الفرجة اللي هو يعني يوم سعيد اللي هو يوم الذكرى 47 المسيرة الخضراء، راه فرجة وطنية وفرجة تربوية، يعني خص تخليه يدخل لهاد الشيء بواحد الطريقة ديالو، تتوصلي ليه وفي نفس الوقت تعطيه معطيات.